السلام عليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من يقول لا مانع أن تكون هناك مدارس للطلاب يدرسون مناهجهم وما يعتقدون، هل هذا من الرضا بالكفر؟ وما حكم قائل هذه العبارة؟ كان يقصد لا مانع أنهم يكون بينهم مدارس لهم خاصة، ما علينا منهم، مدارسهم الخاصة لهم، هم من حينهم لهم مدارس ولهم يدرسون أولادهم، فنحن لا مانع أنهم يكون بينهم مدارس لهم خاصة. أما أنهم يفتحون مدارس بين أهل السنة، لا، نمانع في هذا ولا نرضى أبدا. نعم.